بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم وألقي إليكم أجمل التحايا والأمنيات والعظات، ودائما مع عبر وقصص من الهدي النبوي. نحن نعلم وقرأنا عن قصة الصفا والمروة التي هي أحد أركان الحج في القرآن الكريم، لكن وراء هذا الركن قصة جميلة وطريفة أيضا. نعلم إبراهيم عليه السلام أنه كان متزوج بسارة، وجاءت الملائكة فبشرته وهو كبير في السن، وزوجته أيضا كبيرة بغلام اللي هو كان إسحاق. طبعا هذا لما جاءوا في البشارة لما كانوا ذاهبين إلى قوم لوط. وقبل ذلك حدثت قصة طريفة لإبراهيم عليه السلام وسارة مع ملك ظالم في مصر، عندما أراد أن يأخذ سارة فنجاها الله، وأهدى هذا الملك الظالم لسارة جارية اللي هي هاجر، فزوجتها يعني زوج إبراهيم عليه السلام، وأنجبت له إسماعيل عليه السلام. طبعا النساء إدغار، هذه سنة الله في النساء. فبدأت الغيرة تشب في قلب سارة إلى أن جاءت البشرى كما ذكر لكم عن طريق الرسل الذين مروا بإبراهيم عليه السلام مرورا، ثم اتجهوا إلى لوط، إلى قوم لوط عليه السلام. لكن طبعا الغيرة لما بدأت تشتد ما بين النساء يعني، وبدأت هذه الغيرة تتفاقم، فأوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر إلى أرض للكعبة. طبعا كان طبعا هذا كله تيسير رباني، وتيسير رباني الله أعلم بظروفنا. وما هذه القصص وهذه الحكايات إلا ليكتمل شيء أراده الله تعالى، لقصة مثلا لما رفعوا القواعد يعني إبراهيم وإسماعيل، يعني القصة لأنه كان أول بيت وضع للناس كان بمكة أو ببكة، فبالتالي هي مكة وهي الكعبة. فكان يريد الله أمرا وكان ييسر لهذا الأمر حتى يصل إلى ذروته، هذا هو أمر الله تعالى. فبالفعل أخذ هاجر وسارة وإبراهيم، كان إبراهيم صغير جدا، وصار معا من السير أقصد، وصار معا إلى أن وصل إلى منطقة ليست بذي زرع، يعني أرض صحراء قاحلة لا يوجد فيها بشر، لا يوجد فيها لا زرع ولا ماء ولا شيء. وأخذ معه بعض قراب، يعني بعض الأواني دعنا نقول بلغة اليوم، فيها من بعض التمر بعض الماء، حتى أنه يقتات بها فترة من الزمن. ولما أراد قفل إبراهيم عليه السلام راجعا، إبراهيم عليه السلام خلاص وضع هاي هاجر حطها في هذه المنطقة اللي هي ما عندهاش زرع، منطقة صحراوية ما فيهاش بشر، ما فيهاش حتى الطير ما يبنج، حطها وأراد الرجوع. فنادته يعني إسماعيل صغير، يعني طفل صغير رضيع يعني، وهذا الرضيع يعني تضعنا هنا يعني يا إبراهيم، يعني تجعلنا في هذا المكان يعني المقفر ولا بشر فيه وتذهب يعني كيف؟ فإبراهيم لم يلتفت، وصار إبراهيم عليه السلام فمرة ثانية تكرر كلامها، وثالثة يا إبراهيم أتتركنا يا إبراهيم، في المرة يا إبراهيم، فإبراهيم لم يلتفت وبقي ماشي. فتنبهت سارة فقالت له أمرك الله، يعني ربي اللي أمرك يا إبراهيم؟ فقال نعم. فقال إذن لن يضيعنا الله. شوف ما أجمل التوكل على الله وأحسن الظن بالله تعالى، وهذا الذي ينقصنا حقيقة. إذ لو توكلنا على الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق توكل رزقنا كما يرزق الطير، وأيضا إحسان الظن بالله، يعني أنا عندي يعني دائما عند حسن ظن عبدي بي، يعني ربي يقول في حديث قدسي يعني ظن بربي حسن ربي ظن، تتقرب لربي يتقرب منك، يعني هذه يعني هي معادلة هكذا قائمة، هذه سنة من الله، تتقرب تتقرب، تظن بي حسن أظن بك حسن، وهكذا يعني دائما الأمور. وبالفعل يعني لما خلص هذا الماء، يعني انتهى الماء، انتهى الماء نتاعها، وبدأ الصغير يبكي يحتاج إلى الماء، هي تحتاج إلى الماء، وبدأت تبحث عن الشرب والطعام، وبدأت تسير بالصفا يعني سبع أشواط يعني كما ذكرت، وهي تبحث، وكلما رأت سرابا خادعا ذهبت إليه ظنا منها أنه ماء. ولكن لما عادت وجدت عند رجال إسماعيل تفجرت عين اللي هو بئر زمزم إلى يومنا هذا، وخلده الله تعالى إلى يومنا هذا، ويعتبر من المياه يعني اللي فيها شفاء وكثير من الأمراض، وفي أمور كثيرة فيها منافع كثيرة جدا اللي كانت فجرت عند رجل إسماعيل عليه السلام، وأصبحت هذه العين تشرب منها
هاجر يعني هاجر وإسماعيل. ومر قوم يعني القوافل كانت تسير، فلما مر هذا القوم فوجدوا الماء، قالوا إذن نقيم هنا، وأقاموا هناك وبدأت تتشكل ملامح المدينة. وطبعا يعني إسماعيل إبراهيم عليه السلام لما كان ذاهبا يعني وقالت له ما الله ضيعنا، فسار وتذكر شيئا وقال يعني ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزقه من الطيبات، يعني ربي دعا بالأمان لهذه المنطقة حتى يحفظ زوجته ويحفظ ابنه وأيضا أن يرزق لهم الثمرة. بالفعل أصبح هناك رزق وفير ونزلت القوافل وأصبحت منطقة تجارية، حتى أنه لما اشتد عود إسماعيل عليه السلام جاء إبراهيم السلام يعني جاء من بيت المقدس، هذا ربط ما بين بيت المقدس وما بين مكة، وأقاموا القواعد رفعوا القواعد في الكعبة المشرفة حتى تكون قبلة، يعني هيئت لأن تكون قبلة للمسلمين بعد القبلة الأولى اللي هي بعد بيت المقدس، وهذا جاء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.